السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Neurovascular bundle of the chest wall. Neurovascular bundle of the chest wall يا جماعة دي عبارة عن الانتركوستال. انتركوستال فين وارتري ونيرف بالترتيب من فوق لتحت. الفين بيكون فوق والارتري تحتيه والنيرف تحت، يعني تتلخص في كلمة فان. الفي فين، اي ارتري، ان نيرف. طبعا اكيد الثلاثة ستراكشرز دول هما الانتركوستال فين وارتري ونيرف، دول ماشيين فين؟ في الحفرة دي اللي ربنا عاملها لها near the lower border of the rib، الحفرة اللي اسمها كوستال جروف. بتكون ماشية النيوروفاسكولار باندل دي في النيوروفاسكولار بلين. النيوروفاسكولار بلين ده بقى قول لي انت ما بين انهي عضلة؟ طبعا دي الاكسترنال انتركوستال، دي الانترنال انتركوستال، واللي جوه دي خالص اسمها الانر موست انتركوستال. النيوروفاسكولار بلين يا جماعة واضح ان هو ما بين الانترنال intercostal والinnermost intercostal. نبص نلاقي الstructures ده هين. الstructures ده هين بقى عبارة عن ايه؟ انت في عندك 12 intercostal 12 thoracic nerve vessels، 11 منهم ماشيين في الانتركوستال سبيسز، يتقال عليهم انتركوستال نيرف اند فيسلز. بس نمره 12 يا جماعه ده هيكون ماشي تحت الريب نمره 12، فيتقال عليه ايه دهون؟ تحت الريب نمره 12 مفيش انتركوستال، فتحت الريب نمره 12 مفيش انتركوستال سبيس. نيوروفاسكولار باندل اللي هتكون معديه تحت اللاست ريب دي بيتقال عليها سب كوستال نيرف اند فيسلز. فانت عندك 12 ثوراسيك نيرف وفيسلز وعندك 11 انتركوستال سبيس، يمشي فيهم 11 انتركوستال نيرف وفيسلز. طب الاخير ده اللي هيكون ماشي تحت اللاست ريب يبقى اسمه سب كوستال، وسب زي ما انتم عارفين يعني تحت. نبص نلاقي المنظر طبعا بقى معبر جدا للانتركوستال فيسلز ونيرفز وهي ماشيه في الكوستال جروف. بتكون ماشيه في الكوستال جروف عند اللور بوردر اوف ذا ريب اباف. ايه اللي تحت دول بقى ان شاء الله؟ اللي تحت دول بقى يا جماعة collateral branches. الانتركوستال vessels دي نيرف بتدي collateral branches تمشي عند ال upper border of the rib below. نيجي بقى لأول موضوع عندنا اللي هو في الجماعة دول اللي اسمه intercostal nerve. الانتركوستال نيرف ده بقى يا جماعه ده عباره عن ايه؟ طبعا انتوا عارفين الرسمه دي كويس قوي بس افكركم بيها. احنا عندنا 11 ثوراسيك سباينال نيرف والنيرف الأخير نمرة 12 ده اسمه سبكوستال نيرف. نبص نلاقي السباينال نيرف ده عبارة عن إيه؟ السباينال نيرف ده ماسك في السباينال كورد بـ 2 روتس، فنترال روت ودورسال روت. وبعدين التو روتس دول بيتحدوا مع بعض في الانتر فيرتبرال فورامن، الخرم اللي ما بين الفرتبري.
عشان يعمل لك فيري شورت سباينال نيرف. طبعا هنا في السوركس هيبقى اسمه سوراسيك نيرف. اول ما بيطلع السوراسيك نيرف من الانتر فيرتبرال فورامن بيتفرع لدورسال ريمس. اسم على مسمى، دورسال ريمس، ريمس يعني دراع. الدورسال ريمس ده عطور راجع دورسالي عشان يغذي السكن والمسلز اللي على الدورسال اسبكت اللي هم في البوستيرور سوراسيك وول. وفنترال ريمس، الفنترال ريمس ده فنترال يعني رايح للفنترال اللي هو الانتيرور اسبكت اوف ذا سوراسيك وول عشان يغذيه. الانتركوستال نيرفز بقى بتوعنا دول عباره عن ايه؟ الانتركوستال نيرفز اللي هم دول عباره عن الانتيرور او الفنترال ريماي اوف 12 سوراسيك نيرف. 12 سوراسيك نيرف، لان احنا في عندنا السباينال نيرفز 12 سوراسيك. ال 12 سوراسيك دول الانتيرو برايمر ريمس راح ماشي في الانتركوستال سبيس فاسمه انتركوستال نيرف. ال 12 لا اتفق، انا عندي 11 انتركوستال سبيس الانتيرو برايمر ريمس اللي هيمشي فيهم ده اسمه انتركوستال نيرف. والانتيرو برايمر ريمس اللي هيمشي تحت اللاست ريب اللي هو تي 12 ده هيبقى اسمه سب كوستال نيرف. بتتقسم الانتر كوستال نيرفز للتيبيكال انتر كوستال نيرفز. التيبيكال انتر كوستال نيرفز دول عبارة عن ايه؟ التيبيكال انتر كوستال نيرفز دول من 3 ل 6. الباقيين دول بيتقال عليهم نون تيبيكال. ليه نون تيبيكال؟ مثلا الفيرست سوراسيك نيرف، الفيرست سوراسيك نيرف اللي هو المفروض يمشي في الفيرست انتركوستال سبيس ده يا جماعه جزء صغير قوي منه اللي ماشي في الانتركوستال سبيس. معظم الانتيرور برايمري ماي اوف فيرست سوراسيك نيرف ده طالع لفوق عشان يمسك في البليكسس اللي فوقيه اللي في النك ده اللي اسمه بريكيال بليكسس. ليه؟ عشان البريكيال بليكسس دون اهم بقى من اي انتركوستال نيرفز. البريكيال بليكسس ده اللي شايف معدي فين؟ رايح يغذي الابر ليم كله. فالفيرست انتركوستال نيرف دون معظمه طلع فوق وماشي مع البريكيال بليكس فيبقى نون تيبيكال. ونمره اتنين، نمره اتنين كل التيبيكال انتركوستال اللي هنشوف دلوقتي البرانشات بتاعتهم تيبيكال وكلهم واحد. نمره اتنين ده زيهم بيدوا كلهم حاجه اسمها لاترال كوتينيوس نيرف. اللاترال كوتينيوس نيرف بتاع تي 2 ده بالذات ده مش هيغذي السوركس، امال هيغذي ايه؟ ده رايح للبيز اوف ذا اكزيلا، الاكزيلا دي اللي هي باطك، والبيز ده اللي هي الحته اللي فيها الشعر ده هي. فالبيز اوف ذا اكزيلا ده الحته اللي فيها الشعر دي، دي رايح لها اللاترال كوتينيوس نيرف بتاع تي 2، فبرضه يبقى دي مش تيبيكال. بعد كده هو بعد كده يا جماعة في عندنا من 7 ل 11 نيرف. احنا قلنا التيبيكال من 3 ل 6. 7 ل 11 نيرف دول مش معقول يكونوا تيبيكال. التيبيكال اللي هم يا جماعة ماشيين الكورس بتاعه كله من أوله لآخره في السوراسيك وول الانتركوستال سبيسز ده من 3 ل 6. من 7 بقى ل 11 دول جزء منهم ماشي في الانتركوستال سبيسز،
بس بيكملوا بعد كده هو على تحت على الابدومينال وول، فعشان جزء منهم في الانتركوستال سبيسز وفي الثوراسيك وول وجزء منهم ابدومينال، ده يبقوا نون تيبيكال. طبعا نمره 12 ده بقى نون تيبيكال خالص لان كل الكورس بتاعه في الابدومين. تعالوا ناخد بقى الايه التيبيكال بتاعنا ده اللي ماشي كل الكورس بتاعه في السوركس اللي اسمه تيبيكال انتركوستال نيرف. التيبيكال انتركوستال نيرف ده وان ده بيكون ماشي في الانتركوستال سبيسز ميديال تو ذا انجل اوف ذا ريبس. بيكون ماشي فين؟ بيكون طالع من الانتر فيرتبرال فورامين. يعني هنا المفروض النيرف ده بيكون في الانتر فيرتبرال فورامين، فهو ميديال للانجل اوف ذا ريب، بيكون طالع من الانتر فيرتبرال فورامين وبيمشي لاترال. بعد ما يمشي لاترالي هيحصل ايه؟ بعد ما بيمشي لاترالي هيمشي في الانتركوستال جروف. هيمشي في الانتركوستال جروف وبيكون متوضمين زي ما اتفقنا من فوق لتحت فين، فين ارتري نيرف. طب وبعدين هنبص نلاقي ماشيين في الانتركوستال سبيسز اهو بنفس الترتيب، النيرف في الاخر خالص تحت لحد قريب جدا من الاسترنم، بيروحوا خارمين الانتركوستال ماسلز وينتهي كل نيرف فيهم في الانتيرور وول اوف ذا ثوراكس از انتيرور كوتينيوس نيرف، رايح عشان يغذي الجلد بتاع الفرونت اوف ذا شيست وول. وطبعا البرانش ده بيروح متفرع لميديال ولاترال برانش عشان ينتشر بقى ويغذي الجلد. ايه البرانشز بتاعه الانتركوستال نيرفز؟ الانتركوستال نيرف ماشي اهو، اول برانش دي بيشبك مع الجانجليون داين اللي اسمها سيمباثيتك جانجليون. السيمباثيتك جانجليون ده هي ازاي بتكون مرتبطه باي سباينال نيرف؟ بيطلع من السباينال نيرف، بيطلع من السباينال نيرف ده هو ريموس شايل بري جانجليونيك فايبرز، والبري جانجليونيك فايبرز دي بتكون عليها شيس يخلي الفايبرز دي لونها ابيض، فبيطلع هنا حاجه اسمها وايت ريموس، يعني دراع ابيض لانها متغطيه بمايلين شيس، ودي عباره عن بري جانجليونيك فايبرز تعمل ريلي في الجانجليون، تعمل ريلي في الجانجليون ويطلع منها بوست جانجليونيك فايبرز تخش تاني في السباينال نيرف. البوست جانجليونيك فايبرز دي على فكره ما عليهاش كفرنج ومش مايلينيتد فبيبقى لونها رمادي، فكل سباينال نيرف على فكره سواء كان في الثوراسيك ريجون او غيرها بيكون متصل بالسيمباثيتك جانجليون بدراعين، دراعين ريموس، دراع ابيض وايت ريموس، والوايت ريموس ده عباره عن بري جانجليونيك فايبرز، وبجري ريمس وده بيكون بوست جانجليونيك نون مايلينيتد فايبرز. نبص نلاقي الانتركوستال نيرف وهو ماشي بيروح منزل كولاترال برانش. كولاترال برانش ده اللي كنت لسه بقول لك من شويه بيمشي على الابر بوردر اوف ذا ريب بيلو. ده رايح فين ده؟ وان وبيكون ماشي في النيورو باسكولار بلين بتاعنا، ماشي ما بين العضلات، يبقى اكيد هيغذي الانتركوستال ماسلز. طبعا الانتركوستال نيرف نفسه غير الكولاترال برانش، طول ما هو ماشي شايف بيديلك ماسكولار برانشز للانتركوستال ماسلز، و على اللاترال اسبكت هون
بيطلع برانش اسمه lateral cutaneous branch. cutaneous يعني جلد. وطبعا lateral cutaneous branch دون اكيد بيغذي السكين of the lateral aspect of the chest wall. وبعدين اتفقنا ان كل intercostal space بينتهي as anterior cutaneous branch اللي بيغذي السكين of the anterior aspect of the chest wall. الانتركوستال سبيسز والريبس دي يا جماعه متبطنه من جوه بغشاء هنبقى ناخده في المحاضرات القادمه اسمه بلورا. فهتبص تلاقي طول ما انا ماشي بدي كمان برانشز لجوه السوركس. لجوه السوركس اسمها بلورال برانشز للبرايتال بلورا اللي مبطنه الشيست وول. طبعا في بدايه الانتركوستال نيرف هيكون عند الجوينتس بتاعه الفيرتبري. هو كمان بيدي ارتيكولار برانشز. ارتيكولار يعني مفصلي. الارتيكولار برانشز دي يعني برانشز مفصليه للمفاصل بتاعه الرب اللي هي الكوستو ترانسفيرس وما الى ذلك. ويبقى ده تيبيكال انتركوستال نيرف. في عندنا بقى كلينيكال امبورتنت بوينتس ريليتد للانتركوستال نيرفز ده. هي ايه الكلينيكال امبورتنت بوينتس؟ اول حاجه يا جماعه لو حصل فراكشر في الرب مش الفراكشر ريب ده ممكن يعمل اريتيشن للانتركوستال نيرف او للكولاترال برانش بتاعه، وطبعا ده هيبقى سيفيرلي بينفول. عشان تصور العظم المشرشر ده بيحك في النيرف الحساس. طبعا عشان سعادتك تخف الوجع ده لازم تعمل حاجه اسمها انتركوستال نيرف بلوك. ايه الانتركوستال نيرف بلوك ده؟ بنجيب مخدر موضعي اللي هو لوكال انستيزيا ونحقنها عند اللور بوردر of the rib above وعند ال upper border of the rib below. وانا مستهدف منطقة النيرف عشان احقن حواليه اللوكال انستيزيا واخدر الاعصاب اللي وجعه العيان ده هيا. ومن كتر الوجع ده على فكرة ممكن يجيله ابنية، يعني الريسبيريشن يقف. لو حصل في الفراكشر دون الريتيشن للنيرف، هل هحس الوجع في مكان الكسر بس؟ لا طبعا، ده انت بتحس الوجع في مكان الكسر وعلى اللاترال اسبكت اوف ذا شيست هول وعلى الانتيرور اسبكت اوف ذا شيست هول اند ابدومين كمان. ليه؟ اللي هي منطقه السكن supplied by the intercostal nerve. ما هو typical intercostal nerve بيدي lateral cutaneous branch lateral aspect of the chest wall و anterior cutaneous branch للfront of the chest wall. ده لو typical. لكن من 7 ل 11 هيحصل وجع كمان في الانتيرو abdominal wall لانه بيغذي السكن of the anterior abdominal wall. في عندنا فيروس لعين قوي يا جماعة اسمه هيربس زوستر، وبيترجموه الناس البلدي حزام النار. هو الصراحة نار نار. ايه بقى النار ده؟ تبص تلاقي فيروس أصاب انتركوستال نيرف، فكل السكين سبلاي بهذا النيرف ظهر فيه الفيروس وعمل لك كده هو بقليل وحرقان فظيع مع الاحمرار اللي انت شايفه ده. فده انفكشن للانتركوستال نيرف بفيروس اسمه هيربس زوستر، واسمه حزام النار لان ده اقل ما يقال عليه فعلا. العيان حاسس كان نار مولعه في الجلد بتاعه. ده يا جماعه بالنسبه للانتركوستال نيرف. ونكمل بقى ان شاء الله الارتريز والفينز
في الفيديوهات القادمة. Thank you for good listening and good luck.